لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيقول إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، ده ذكر ومتضمن الانكسار والدعاء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، أول ما تصدر بكلمة لا إله إلا الله معناها لا أسأل سواك، هو أنا لي حد غيرك أسأله؟ هو حد يقدر يعمل لي حاجة فعشان كده ممكن أطلب منه؟ أنت وجهتي وقبلتي دي بتساوي زي اللهم أو ربنا، بس اعتراف بالتوحيد الأول إن مفيش إله غيرك، لا إله إلا الله العظيم الحليم. راح نتكلم بالعظيم يعني إيه؟ كثير العظمة، والعظمة بمعنى أنه لا أحد يواجهه، لا أحد يقابل الله عز وجل في عظمته. الحليم كلك حلم، مع خطأ الكثير تغفر لي، فإن كان كربي هذا جاء بسبب أنني أخطأت فحلمك عظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، يبقى هنا أيضا بيقول له أنا أدخل إليك من باب الوحدانية، يعني ما فيش غيرك. رب العرش العظيم يعني العرش طبعا قالوا والذي يستوي عليه الله عز وجل، ورب العرش العظيم يعني أنت رب العرش، العرش ده حاجة عظيمة. قال لك ما شو بقى السماوات والأرض في جانب الكرسي إلا كحلقة في فلاة في صحراء دايرة كده، وما الكرسي والسماوات والأرض إلا كحلقة في فلاة في العرش، يعني العرش ده حاجة عظيمة أوي. فبسألك يا صاحب العظمة والحلم وأنت رب العرش العظيم اللي هو المخلوق الكبير، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لما تسأل كده بالتقدمة دي، شوف أنت في الأول مش كاتب اللهم أو يا رب، بس قدم المقدمة دي يا صاحب الكرب والهم، وبعد كده تدعي بما شئت، تقول ارفع همي وغمي، أزل عني كربي، اغفر لي ذنوبي، أحاطت البلايا بي من جميع نواحي أو من كل النواحي، أسألك وأدخل إليك بأسمائك وصفاتك المذكورة في هذه المناجاة. عندما تفعل ذلك وتدخل إليه من هذا الباب تبقى ناصح وشاطر، لأن دخلت له من باب صفاته من باب أسمائه، فإن سألته بهذه الأسماء رفع عنك الكرب. ليه الكرب والهم ده؟ ما يجيش حاجة في السماء والأرض ولا في العرش. عشان كده بتقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.